من غير عجن ومن غير تخمير ومن غير ان انت بقى تقعدي كتير في المطبخ. عملنا فكرة جميلة جدا 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 من البطاطس، بصي تحفة صحية وجميلة وولادك هيحبوها. هتجيبي بطاطساية واحدة او اتنين، المتاح عندك اشتغلي بيه عادي. دي فكرة هنعملها للولاد في اللانش بوكس، هنقطعها حلقات بالشكل ده. هنغسلها كويس جدا، وبعدين هنجيب الصينية هندهنها معلقة كده من زيت الزيتون، وهنرص البطاطس بتاعتنا. هندهن البطاطس بتاعتنا بزيت زيتون معلقة واحدة، هنحط عليها فلفل اسود وزعتر، هنشويها في الفرن. يا عم مش قوم قوم يلا كده هنعمل بيتزا من البطاطس. قعدت حوالي نص ساعة في الفرن وطلعت بالشكل ده. هنتعامل معاها معاملة البيتزا العادية خالص. هتدهني كده الوش بتاعها بالصلصة مع معلقة من الزعتر. حطي الحشوة اللي انت تحبيها عليها يعني براحتك خالص. انا هنا حطيت زيتون وفلفل وطماطم وجبن، اي جبن عندك تحطيها عادي، بتسيح وبتدخليها الفرن 10 دقايق بالظبط. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، تبصوا سهلة جدا جدا عن الدقيق، مش هنستخدم دقيق خالص، وكمان البطاطس مفيدة، فاحنا عملناها بطريقة جميلة. بصي تحفة صحية وجميلة وولادك هيحبوها. بصوا مستوية اهي، تعالوا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم، خطيرة، لازم تجربوها. بصوا لازم تجربوها، طبعا سخنة مش عارفة امسكها، بس فعلا خطيرة ومستوية. بصوا يا جماعة، بصوا الله.